بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وفي برنامج الماتينال وين ما كنتوا داخل تونس ولا خارجها ديما تحية منا ليكم وين ما كنتوا. أنا نحب نرجع توا مع الشيف أيوب عنا بوكو ديتاب باش نعملوهم مع بعضنا وبشوفوهم معايا توا في الكوجينة شنو باش تعمل أيوب؟ الدسير هذا قلنا اليوم لقمة الباشا ولا القيمة الباشا إذا هما صغار في الحجم. أنا باش نحضر بعد الكريمة الأولى اللي حضرناها اللي هي البيضة صبيناها كوش خفيفة ماهيش عالية برشا تحتها حطينا نواة كوكو باش ما تلصقش في الطبق نتاعنا. توا جينا الوقت نتاع ان باش نصبوا الكريمة الثانية اللي هي باش تكون بالجو دورانج. دونك باش ناخذ نطيبها قبل دونك ناخذ كاس كيما هكا كبير شوية معبى بالجو دورانج باش نصبوا في الكاسرون تاعي باش نزيد عليه مقدار مغرفة كبيرة نشاي معبية بالكدا هكا باش نعمل كيما جولي نجم نزيد حتى شوية عينك ميزانك هاكا خاطر أنا الكاس كبير برشا بالجو دونك باش نزيد عليه مغرفة بركة سكر. علاش؟ هنا نحب كي لاسيديتي تبقى الحموضة هذيك هي باش تكسر لي بالضبط وباش تكسر لي الكو سكري نتاع الكريمة. دونك هنا نحب شوية اسيديتي طالعة نجم نزيد حتى عصير قارص كان نحبه. هاي معقول نعاود حطيت كاس كبير نتاع جو دورانج الكاس هذايا دونك هكا معبى بالكدا حطيت عليه مغرفه ونص نشا معبيين دونك نحركهم على البارد معاهم مغرفه سكر هكا مليح يلزم النشا يتحل على البارد خاطر النشا كان نحطوه في ليكيد سخون ولا حاجه يكعبر بالوقت أكيد. دونك هنا نردوا بالنا نعرفوا كيفاش نطيبوا الكريم نتاع النشا وغيره يتحلوا ديما على البارد. نخلط هذايا الكل مع بعض وتوا نشعل عليه النار نتاعي ونخليه واحدة واحدة يطيب واحدة واحدة. دونك هذه الكريمة الثانية اللي باش تتصب على الكريمة اللي طيبناها الأولى. يعطيك الصحة يا أيوب وأكيد تبعوا نصائح الشيف أيوب على خاطر كي يقول لك ما تحلش عليها الغاز خاطر يعرف ايش يعمل ما تحلش عليها الغاز وهكم اتبعوا معنا بشوية بشوية في الليزيتات. أنا قبل ما نرجع للشيف أيوب مرة أخرى نحب ناخذ اتصال هاتفي من عند مدام منيا غزيل صاحبة شركة بيموج الطبيعي. صباح النور منيا. صباح الخير مرحبا بكم الناس الكل صباح الخير نهاركم زين. صباح الفل والياسمين. يعيشك يعيشك يا صفا يعيش بنتي. هاي لالا منيا نكملوا في ليزاستيس نتاعنا القطراويج ياسر ليزاستيس نتاع منيا غزيل في الماتينال. ان شاء الله يا ربي. اليوم احنا كشركه تونسيه ارتيزانال عندنا ينجم يدخلوا على الباج نتاعنا مش يدخلوا يشوفوا بموقع الطبيعي ولا يحطوا منيا غزيل بالعربي تيشوفوا المنتوجات نتاعنا. ان شاء الله يا ربي يزيل علينا هل الوباء ونرجعوا كما كنا وان شاء الله يا ربي رمضان رمضان لاباس ان شاء الله يا ربي. اليوم احنا قدره ربي ان شاء الله. هاي اليوم شعطيهم أستيس متاع التبول لا إرادي. أنا قلت لهم قشور العظام ما تلوحوهمش يغسلوهم قشور العظام يغسلو يحطوا اسطل ماء فيه خل الكونتيتي اللي يحبوا عليها ويشلوه من غير ما ينزلوا عليه برشا ويخرجوه حطوه على منشفة باش يستقطر من الماء نتاعو وبعد يسخنوا الكوشة يدخلوا دوب ما يدخلوه يطفيوا الكوشه بيان سور دوب ما يدخلوه في الكوشه يخرجوه حتى لين يزيد يشيح شويه كان الطقس به ينجموا يهويوه يخرجوه شويه للشمس بعد يرحيوه بالرعاء اللي هو هكا يكسروه بالكدا اللي هو هذايا العظام قشور العظام ما نعرفش كان ينجموا يشوفوه ولا لا هكا يهرسوه بالكدا ويغربلوه يحطوه في ريسيبيون معناها نقولوا في دبوزه نتاع عرطل ويزيدوها الدبوزه نتاع عرطل هذيك يعبيوها بالعسل ويحطوا 5 مغارف نتاع ماكله في وسط الرطل هذاك يخلطوه بالكدا وكل ليله اللي يعمل في التبول لا ارادي يعطيوه مغرفه ياخذها قبل ما يرقد. راهو القشور نتاع العظام كلهم كالسيوم وكلهم دي فيتامين وينجموا يعملوا على جوجل يدخلوا يشوفوا المنافع نتاع القشور نتاع العظام شنو اللي تعمل بالضبط وكيف كيف راهو القشور العظام
في عود باش يستعملوا بيكربونات دو صود للطناجر مثلا، يصبوا الخل ويذروا البودر نتاع العظم، يخليوها شويه وبعد يحكوا بالحكاكه يتنحى وما يقعد حتى شيء. نعاود نرجع مونيا بعد اذنك، نعاود نذكر بالغسيت هذيا، ناخذوا اقشور العظام نتاعنا نغطسوهم في كما قالت مونيا في ستال فيه شويه خل، نخرجوه نحطوه في فور يكون انت ديجا سخنتوا الفور قبل بشويه، تدخلهم في الفور تسكر التمبيراتور نتاع الفور، نحطوهم يتنشفوا قبل، يستقطروا قبل على ما نشفى صافي، اي يستقطروا فوالا، ومن بعد نحطوا في الفور نخرجوهم نرحيوهم وناخذوا بعد العسل مونيا. اي نرحيوهم نغربلوهم معناها بالكدا باش يخرج الغبره الكل يولي غبره، نحطوه في غسيل معناها نقولوا نصر تاع العسل واربع مغارف اربع مغارف نتاع ماكله من البودره نتاع نتاع قشور العظم، ويكتيو للي يعمل في التبول لا ارادي كل يوم غرفه نتاع قهوه كل يوم في الليل مغرفه. كبار وصغار مونيا؟ نعم كبار وصغار؟ كبار وصغار، كبار وصغار، ثم زاد برشا كبار يعملوا في التبول لا ارادي. هذيا لا غالب حاجة ربي داكوردو. دونك مش يستعملوه جمعه ويقولوا هاو ما عمل حتى شيء، يواظبوا 15 يوم يقصوا جمعه وبعد يرجعوا يعادوا يعملوا. راهو ديما انا كما باقي قاعده نقول راهو يلزم المواظبه في كل شيء. دونك مش نستعملوه جمعه ونقولوا لا هاو ما عمل حتى شيء وما نكملش به، راهو نافع على الاخر على الاخر على الاخر. يعطيك صحة مونيا، هذا فيما يخص العظم وقشور العظم، ديما مع أيوب ما تلوحوا حتى شيء في الكوجينة، كم جاتكم مونيا قلت لكم حتى قشور العظم ما تلوحوهش، مريقلين أمورنا واضحة. كمل لنا الغوسيت الثانية مونيا. الغوسيت الثانية شنو تحب أنت، كحل ولا الجيل؟ أنت شنو يظهر لك؟ شنو جاك مساجات على تليفونك وعلى الباج نتاعك بموقع الطبيعي؟ والله هما خاطر احنا قلنا على الجيل المره اللي فاتت زريعه الكتان اللي عنده تو المره الجايه نعطيهم تاع الكحل اللي هو الكحل المارون، برشا يقول لك الكحل المارون عمره ما ثم اللي احنا نجموا نعملوه اللي بيض على تنجمش تعمل الكحل الاكحل، وثم الكحل هذا تو المره الجايه نعطيهم الغازات نتاعو يحضروا القلوب نتاع التمر توا نعطيوهم المره الجايه. دونك الجيل كان عنده واحد اللي عندهم غران دوشيا والا الجيل، حطوا زوز كيستان ما يغليوا على الغاز فيهم شطر امبا زريعه الكتان ويغلي يغلي حتى يعقاد على الاخر، بعد نصفيوه نحطوه في دبوزه نصفيوه ونضيفوا له اي نوع نتاع زيت، يا زيت زيتونه زيت لوز زيت هندي نوات كوكو اللي عندك في الدار باش ما تخلصش وما تقعدش تفركس، تركضهم بالكدا مع بعضهم. وكي تغسل شعرها تاخذ يا كسسوا يا طفل ولا طفله في عود باش يقعد يستعمل الجيل معناها اكل تهلك الشعر، والا تو الدار تلقاها شعرها معناها مش مجبوط تبدا امورها مش هي ولا البنات الصغار ولا اي حد، دونك يغسلوا يعملوا شويه على يديهم الشعر نظيف ومبلوء يدهنوا به ويعملوا فلاره صغيره هكا من قدام مش القدامي اللي متعطش الكل ويرقد، ويشيحوا شعرهم نورمال ويشوفوا الشعر كيفاش يقعد ارتب وسوبل ويبدا كيما هكا يبدا كانه مبلول وهو ماهوش مبلول يبدا فيه منظر. نعم افي مويي فوالا. يعطيك الصحه مونيا بالحق، كل مره تتحفنا بغسيت، كل مرة تتحفنا بحاجة نجمو نعملوها في ميزان في الدار في ما بالموجود في كوجينتك. حكيت لكم على العظم وشنو ما نافع بالنسبة للحد من التبول لا إرادي، زاد كيف كيف بالنسبة للجيل الطبيعي بالنسبة للشعر نساو الجيل، دونك سيت اون اوكازيون. هاكم سمعتوا مونيا غزايل شنو هي الاستوس اللي عندك، كانت مازالت موجودة معنا مونيا على الاتصال فايبر، ما نساش نجم ترجع لنا كان علقت ما نسالش معك صافي. ولا نحب نقول نجم يدخلوا على الباج نتاعنا اللي هي بموقع الطبيعي، التليفونات ديسبونيبل عند لي اسيستانت اللي هما قاعدين في دارهم، اما قاعدين راهم يجاوبوا على التليفونات. ان شاء الله يا ربي تزيل علينا هالغمه يا ربي بجاه الامه ويرفع علينا هالوباء يا ربي، وان شاء الله رمزنا لاباس وان شاء الله نرجعوا نخدموا كما كنا، ويا ربي تسترنا وتستر الامه الاسلاميه والعالميه الكل يا ربي.
يعطيك الصحة مونيا. احنا من هنا من وقت تصوير الحلقة حتى للبث نجم تكون برشا معطيات تبدلت، نجم تكون بيموج عودة حلت ليفي، دونك ما عليكم كان تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاعها بيموج الطبيعة على الفيسبوك، كان باش تحل تلقاوها بيان سور محافظة لكم بوبليكاسيون وتعاود ترحب بالزبائن نتاعها والحرفاء نتاعها. اما راهو كيما نقعدوا ديما متوخين الحذر، راهو يدخل بالكليون بالكليون يقضي قضيته وما يكون كان فرحان. انا نرجع بحذا الشيف ايوب ساعة قبل نسلم على مونيا نقول لها اوفوار وان شاء الله نتقابلوا على قريب يا ربي. نرجع بحذا ايوب. اكيد معنا باش تكونوا فرحانين في برنامج الماتينال، لان اليوم الوصفه نتاعي مميزه شويه نتاع حلو كل ربة بيت نجم تعملوا، مش لازم تكون باتيسير. ربي يقبل ايوب. باش تعمل جيل شعرك طويل ياسر خاطر. قصتي طايحه على جبيني ياسر. دونك هذايا الكريمه الثانيه كيف ما قلنا صفاء قبيله، خذينا كاس كبير نتاع جو نتاع بروكدان، عصرنا كعبات بروكدان فريشكين توا مازال بروكدان موجود خاصه القارص، دونك عصرناه زدت عليه مغيرفه مغيرفه ونص نشا، حطيت عليه مغرفه بركه سكر باش نحافظ على الحموضه. النجم زاده كيف ما قلت لك نزيد نعصر فيهم عصير قارص، معناها كعبه قارص ولا شطر كعبه قارص مع شويه قشور. يعني كاين برتقال برك ايوب ما نجموش لا نجموا نعملوا نعملوا غله اخرى، كيما نجموا نعملوا معجون هنا، كيما نجموا نعملوا فريز زاده العصير. باش نقول لك الفريز كيفاش تعملوا، تاخذ الفريز نتاعك تقصه كان باش تعملوا سلطه فخويه ولا غيره، تحط عليه عصيره قارص وتحط عليه زوز مغارف سكر ترشهم هكا وتخليه. بعد سويعتين من زمان ترجع تلقى الفريز نتاعك هبط الجو نتاعو وحده، سايب الجو نتاعو. الجو هذاك تريكيبيري هو تحطه على الغاز، تعمل كاس كبير كيف ما قلت لك، تحط عليه مغير فانشا وتحط عليه مغير فسكر، لا سكر عادي حاطينه من الاول، دونك مغير فانشا بركه وتحركهم على الغاز، يولي عندك ان جولي باش تعملوا للوصفه هذه. انا عندي معجون سيكا فريز، شنو نعمل؟ ينجم هنا تاخذ المعجون تاع الفريز طول ديريكت تحل وتتالي على هذه ويجي بنين برشا، خاصه المعجون المشمش هنا خاطر فيه حموضه. ابار اون بلوس معجون سيكام يعني مشكل ماء يعني فوالا بيان كونسونخي، دونك يشد روحه. اي كمان يجي برشا بنين في الوصفه هذه. انا توا الكريمه نتاعي هنا طابت كيف ما نشوفوها، غلات شدت روحها. اي راو من بعد هذه مع النشا كيفاش خليوها تبرد باش تشد روحها اكثر. دونك ديما الرطوبه خاطر حسيتها حسيتها جاريه شويه شوي. بعد كي تبرد هذيك تشد روحها تولي كومان جولي. دونك هذه البروكدان نتاعنا بعد ما طاب باش نصبوه على الكريمه الاولى اللي عملناها الكريمه البيضة هذه. دونك باش ناخذ الكسرون نتاعي وناخذ هالكريمه هذه ونصبها كيف ما صبينا الكريمه الاولى. دونك نغطي الاطراف الكل دونك هكا. هذه الوجه لازم الكل يتغطى تولي ما عادش فما فراغات. انت بتبيع من بعد باش تعملها هكا باش تشد بلاصتها. نحفظ في لي تكنيك ما عند ايوب. لاباس ولا حفظت عليك صنع يا ايوب. لاباس بشوي بشوي الخطر يهدد تولي معلمة تبارك الله عليك. الخطر يهدد شتخلي في الاكاديمي دي شيف. دونك اكيد مرحبا بيك. دونك هذايا نشوفوا هنا الكوش نتاع البرقدان نتاعنا كيفاش غطات الكوش نتاع الكريمه، لونها مزيان برشا ككريمه هذه زاده وطعمتها ونكهتها ياسر تجيب بنينه. دونك نخليوها ترتاح تبرد البرده الثانيه، لازم تبرد الكريمه نتاعنا فيها دو كوش كيف ما نشوفوا هنا، الكوش البيضة والكوش لورانجي. دونك هذه باش نخليها انا تبرد شويه تشد روحها نتاع سويعه من زمان، ومن بعد باش قصوها. انا ديجا حضرت كعبه اخرى باش نربح الوقت مع الساده المشاهدين. ترجع لي بعد شويه أيوب. نكملوا ليتاب الاخرانيه ان شاء الله. يعطيك الصحه يا ايوب. بالحق لي غوسيت هذوما ما نجمو يكونوا كان بنين ومهم شنو يكون فين شفتوا هاكم ريتو لي زانغريديون نتاعهم مشنوما، يعني حاجات موجوده في كل دار ما تستحقش انك باش تخرج وتخرق الحجر الصحي الشامل. وفي الاطار هذايا باش نحكي مع الاستاذه انتظار اسنوسي المحاميه باش نحكيو على اخر قرارات وزارة الداخلية ووزارة الصحة زادة كيف كيف فيما يخص كل شخص يخرق الحجر الصحي الشامل أو حظر الجولان. نعرف باش تكون بعيدة شوية المعلومة خاطر من مدة خذوه القرار هذية، لكن بما أن احنا نسجلوا أقبل يعني احنا اليوم كما نقولوا والقرار خرج البارح أو وقت البارح، دونك ديما نحاولوا نحينوا لكم الفكرة ونقولوا زادة كيف كيف شنو يقول القانون في الموضوع هذية. معنا الأستاذة انتظار السوسي يقول لك صباح الخير. صباح الفل. نهارك زين. الحمد لله. كنت لاباسه. الحمد لله. انت شنو احوالك؟ الحمد لله انا في الحجر
الصحي العام وما نخرجوش من الدار الحمد لله يا ربي. استاذه انتظار صباح الخير توحشناك راهو خليت بلاصه علينا. الو الو صباح النور استاذه توحشناك قلنا لك خليت بلاصه علينا. يعيشك يا ايوب شنو حوالك ديما تصنف كي العاده كي العاده والعويد وين خليتني ما زلت العروسه لاباس طمني على عروسه في الحجر وحجر عليها كلها في الحجر مرحبا بك استاذه مرحبا بك ماتر لهنا قل لي انقل لي الصوره اليوم وين انت مقيمه هل فما احترام للحجر الصحي الشامل ولا لا صراحه والله انا مبدأ انا شخصيا في الحجر الصحي العام يعني ما نخرجش بالكل صفكو انا داري في وسط البلاد يعني انا نبقى في نابلس في وسط البلاد بالضبط في الصباح فما حركيه لما حاله فما حركيه نجم نقولوا كبيره خاصه انه بحذايا البوسته فما صف كبير فما كذا البارح اليوم الحق ما نعرفش لكن نسمع في الحس نسمع في الكراهه نسمع في الصوت معناتها الدرجات الناريه يعني فما نوعا ما ما نقولش اكتظاظ ولكن نقول حركيه العشيه الحق تخف يعني من الاربعاء الخمسه تقريبا يعني في اخر النهار تخف كليا. باهي استاذه اليوم باش نحكيو على نقطه مهمه ياسر بعد ما صرح وزير الداخليه ووزير الصحه مؤخرا منذ ايام عن قرارات جديده هي ماهيش جديده لكن موجوده في القانون وبنود او حاجات موجوده في القانون كانت توضحهم لنا انت زي كنا تناقشنا انا وياك قبل ايامات على الموضوع هذا شنو يقول القانون اليوم كيف يعاقب القانون الشخص الذي يخرق اول حاجه حظر الجولان بعد تنجيو للحجر الصحي والله هو حظر الجولان هو قرار تتخذه الحكومه في حالات الطوارئ في حالات الاوبئه في حالات يقولوا احنا الحروب هو من اعلى القرارات توقي وحيثة وحذر اللي تتخذه اي دوله من الدول واليوم العالم الكل قاعد يعني ياخذ القرار هذا مخالفه حجر الجولان والا يقولوا احنا الخروج باش مش من بس للناس يقولوا انه اي انسان ما عندوش الحق باش يخرج في وقت معين الى اماكن معينه هدايا القانون التونسي في الاجراءات انه يقضى عليه بالسجن مده عامين سجن وتوصل اختيه حتى جزملين ونص احنا اذا كان نلاحظوا انه فما ربما استخفاف من الناس نوعا ما من الاستهتار نوعا ما ربما نقولوا مع عدم الوعي وربما اذا كان باش نقولوا انه الناس ماهيش واعيه ومش متعوده لكن القانون واضح وصريح امر 1978 يعني دقيق كل من يخالف يعني تحجير الجولان او حجر الجولان يقضى عليه عامين حبس و2500 اختيه واليوم نعطيك المعلومه انه المحاكم التونسيه حكمت وقاعده تحكم الدوائر الجزائيه في معناتها عينه من هذه الجرائم اليوم وقع تفعيل القانون موجود القانون قديم ولكن ربما كان قانونا متروكا اليوم دخل الى المحاكم دخل الى النيابه العموميه وهناك احالات وهناك ربما سوف تكون احكام في هذا الصدد وبالتالي احنا كحقوقيين ربما وكرجال ونساء قانون نبه الناس راه معرضين الى عقوبه بالسجن تقول لي انت علاش اليوم مش البارح اليوم لانه البلاد تتعدى بوباء الناس لابد ان تكون واعيه بما لها وبما عليها وسوف يقع تطبيق القانون بصرامه لانه فما خطر يحدق بالبلاد به نقطة أخرى يعطيك صحة أستاذة انتظار لهنا بالحق هذايا ستة مساج احنا نقولوه للناس اللي مازالت مستهترة الناس اللي مازالت ماخذة الأمر باعتباطية أو باستهتار وتقول لك أنا نخرج وحتى حد ما يعرض لي اليوم القانون يوقفك اليوم بسلطة القانون تتوقف لهنا نحب نحكي معك في نقطة أخرى هما ثلاثة نقاط باش نحكيو فيهم تباعا النقطة الثانية هي خرق الحجر الصحي اليوم نشوفوا انه مصاب او غير مصاب باش نمشي لك من غير مصاب ونوصل لك للمصاب الغير مصاب اليوم يخرق الحجر الصحي بحجه وبغير حجه الناس الكل قال لكم تخرج يعني ما صرحت به سلطه الاشراف تخرج للضروره القصوى اليوم نشوفوا في العباد الدولش اليوم نشوفوا في العباد في الكراهبها ماشيه جايه بدون ترخيص لهنا شنو يقول القانون زاد كيف بالنسبه للاشخاص اللي هما قيد الحجر الصحي الاجباري او نقولوا احنا الاقامه الجبريه ناس ما تحبش زاد كيف تتوجه المراكز الايواء اللي خاصتها وزاره الصحه وترفض الذهاب الى المراكز الايواء وهما حاملين للفيروس لهنا شنو يقول القانون في النقاط الجديده اللي تناولهم وزير الداخليه والله انا ننقل لك الواقع
القضاء هو جزء من هذا المجتمع، والقضاء يتواصل مع المجتمع وهو حامي الحقوق والحريات. وهذا الوباء هو مسألة تهم الأمن العام، تهم الصحة العامة، تهم النظام العام. شكون اللي يحرس وشكون اللي يحمي النظام العام؟ هو النيابة العمومية. النيابة العمومية هي التي تدافع عن المجتمع. اليوم قاعدين يعني صدرت عديد بطاقات الإيداع وعديد الإيقافات لعديد الأشخاص اللي ما احترموش الحجر الصحي هذا المفروض عليهم. ونفاجئك ولا ما نفاجئكش، لأنه هناك أحكام قضت محاكم النواحي في عديد المدن. نجم نحكي لك مثلا على محكمة نحيت مزب وزلفة، قضت في 4 قضايا بست أشهر سجن لأربعة مخالفين للحجر الصحي. وفما اليوم الأربعاء محكمة الناحية منتصبة في هذا الصدد، وفما أحكام صدرت ب6 أشهر سجن على كل من خالف الحجر الصحي. تقول لي أنت شو وصل العاقل هذا؟ اليوم بطاقات إيداع تصدر بالسجن، اليوم فما إيقافات. القضاء هو من صميم دوره ومن صميم وظيفته هو تطبيق القانون وتطبيق العدالة وإحلال النظام للردع للجزر. العقوبة هي تحمل جانب الردع وجانب الجزر، ومن يخالف القانون يتحمل العقاب وينال جزاء. وهذا حق العدالة وحق الدولة عليه، لأنه الناس ما حبتش تحترم، يعني ما حبتش تكون للأسف ما حبتش تخضع للقانون. هما لما حالة كما صرح وزير الصحة قالوا أقلية، فئة أقلية تنجم تهدم مجهود متاع شهرين ولا قديش، والوزارات كل الوزارات متكاتفة وتخدم على مجابهة الوباء هذية. هالفئة الصغيرة هذية اللي غير محترمة الحجر الصحي وغير محترمة حظر الجولان، فإنها تعرض روحها للمساءلة القانونية وسلب الحرية. هاك ولا أستاذة؟ بالضبط. اليوم وصلت معناتها إيقاف 600 إيقاف شخص من أجل يعني مخالفة الحجر الصحي، من أجل مخالفة منع الجولان، وربما حتى تو فما باش يقع وضعهم تحت الإقامة الجبرية. وبالتالي احنا ربما ماذا بينا ما نوصلوش إلى تطبيق القانون الإيقافات، لأنه حتى إيقافهم فيه مشكلة حتى على مستوى السجون. لكن هذا قانون. مشكورة أنك جبت الفولي هذية بالذات، على خاطر سبق وصرح وزير الداخلية مؤخرا أنه شخص مصاب بفيروس الكورونا يخرج ويعدي شخص آخر ويتسبب في قتل الشخص هذاك، فإنه يحاكم بجريمة القتل عن غير قصد أو عن غير عمد. كيفاش القانون يقول لهنا في النقطة هذه؟ والله هو ربما السيد وزير الداخلية كان ذكر بها وقال راهو يعني القضاء سوف يطبقها، ولكن هو راهو فصل فصول المجلة الجزائية فصول قديمة، يعني موجود هذا القانون من قبل، ولكن كما قلت لك اليوم قاعدين يفعلوا في القوانين يعني في الفصول القانونية المتروكة، لأنه هذا حاجة جديدة جات لبلادنا، وربما حتى نحن كحقوقيين وكقضاء وكأمنيين ربما مش متعودين عليها. ولكن نقول القانون موجود، من إذا سبب في قتل غيره إيش معناها؟ إذا نحلوها تحليل وجيز، إذا حللنا تحليلا قانونيا سليما، الإنسان اللي يكون عالما بحمله للفيروس وتحليله إيجابي وحامل جرثومة ورغم ذلك لا يحترم الحجر الصحي ولا يحترم العزل المنفرد للتوقي من العدوى، ويقوم بتمرير هذا الفيروس كوفيد-19، يقوم بتمرير هذا الفيروس، وفي حالة أنه معناتها بتصرفه هذا يتسبب بإصابة شخص وينقل العدوى ونجر عن هذه العدوى وفاة المصاب، فيكون مسؤولا معناتها حتى الإنسان اللي ما يعرفش القانون وحتى عامة الناس يعرفوا أن الإنسان اللي تسبب في العدوى راهو لابد أن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة ومسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية. وبالطبيعة خاصة إذا يكون يعرف، إذا كان يكون يعرف أنه مصاب وتسبب، وبالتالي هنا تتحرك مجلة معناتها المجلة الجزائية ويعتبر مرتكبا لجريمة القتل عن طريق أو على وجه الخطأ، لأنه على وجه الخطأ، لأنه هو بالطبيعة احنا إذا كان نحلوا معناتها من الوجه القانوني هو مش متعمد باش يقتل، ولكن والله حتى إذا كان غصنا أكثر القاعدة القانونية. أستاذة شنو يقول القانون؟ يعني كيف يعاقب القانون سجنية أو كيفاش يعني؟ وقديش المدة متاع العقوبة؟
والله اذا كان نقولوا احنا خاطر في القانون التونسي عندنا جريمه القتل العمد، وعندنا جريمه القتل عن طريق الخطا، وعندنا جريمه القتل عن طريق يعني الاصابه او عن طريق الاعتداء بالعنف. نقولوا احنا كما قالها عن طريق الخطا كما قال وزير الداخليه. والله والله هو السيد وزير الداخليه قال عن طريق الخطا، ولكن القضاء ومحاكم القضاء هي عندها استقلاليه تامه في التكييف القانوني، هي مستقله لا سلطانه عليه، وتنجم توصل حتى تكيفه في انه القتل عن طريق العمد، لانه الانسان اللي يعرف روحه حامل فيروس مثلا كيما السيدا ويتسبب في الاتصال او في التلاقي مع شخص يعني سويه وشخص ماهوش ميت وهو عالم بانه حامل للوباء هذاك، والوباء هذاك ينجم يسبب عنه وفاه، ينجم راه يتكيف حتى عن طريق القتل العمد، ينجم يكون انه هو واعي، ينجم يكون فاهم انه بالمرض نتاعو اذا كان ينقل العدوى وتلك العدوى تتسبب في وفاه شخص، راهو ينجم يكيف عن طريق المحاكم. هناك امكانيه وهذا راي شخصي انا نتبنى، ينجم يوصل العقاب ما نقولوش فقط عن طريق الخطا 5 سنوات حبس او 5 سنوات سجن، ينجم يوصل حتى راهو 10 سنوات و20 سنه. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، ان شاء الله الناس التي تستبيح قانون الدولة وتستبيح الدولة وتقول لك الدولة ما تعاقبنيش ونخرج ونعمل ونمشي، إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا. هما سلطة الإشراف والوزراء قالوا العقوبات وقالوا راهو اللي باش يخرق باش يعمل له هك، وهذا القانون ما يقول، وهذا شنو باش نطبقوا، وهذا شنو باش نعملوا. كان هما الأشخاص اللي مازالوا مستهانين به القرارات هذية ومستهانين بالقانون التونسي وبدولتنا، القانون يحاسبهم والقانون يعاقبهم. اخر سؤال نختم به معاك استاذه انتظار السنوسي، لهنا الناس اللي سامحني اللي هما في الاقامه الجبريه مثلا واصيبوا بفيروس الكورونا وامتنعوا عن الادلاء بمعلومات عن الاشخاص اللي خالطوهم المده هذيك، والا شخص مصاب بالكورونا يعني كيما نقولوا لي زانديكاتور الاولانيين يقولوا بما فما مثلا زوجته مصابه معاه كيما مؤخرا هذه صارت في تونس، زوجته او والدته او امه، وامتنع عن القيام بالتحليل، يعني جات وزاره الصحه والا السلطات المعنيه وقالت له رانا باش نجيو نعملوك بريليفمون تحليل، وهو امتنع وامتنع عن الادلاء بقائمة الأشخاص اللي خالطهم المدة هذيك، شنو يقول القانون لهنا أستاذة؟ والله هو راهو احنا لا جديد، المجلة الجزائية فيها كل من يبلغ، كل من تحصل له معلومة يعني وامتنع عن تبليغ وامتنع، يعتبر يعني الامتناع القانوني. الامتناع القانوني هذا يعتبر انه انسان اذا كان عنده معلومة على انسان مديد والا نوعا ما على جريمة، نجم نشوف حتى على سبيل القياس فما جريمة ارتكبت لانه الانسان المريض بالوباء واللي هو قام بالاختلاط بالناس والا ما بلغش، يعتبر راهو عبارة على مجرم في نظر القانون، راه باللغه القانونيه الصرفه هو مجرم، عباره شد سلاح، راهو عباره حامل لسكين او حامل لبندقيه او حامل لسلاح ناري، نجم يقع معناتها اعتباره في وضعيه المجرم والمخالف للقانون التونسي. ومن لا يبلغ عنه وعليه، من لا يبلغ عنه وعليه يعتبر شريكا معه ويعتبر يعني متواطئا معه، ونجم تكون العقوبه نتاعهم نفس العقوبه نتاع الشخص اللي امتنع على تقديم نفسه وعلى الامتثال للحجر الصحي، وامتنع على التبليغ على انه حامل لجرثومه معينه، لانه راهو اللي حامل جرثومه ينجم على طبيعه معناتها على تاريخ القياس ينجم يكون في وضع المخالف للقانون، والذي تصل عليهم عقوبة جزائية بالسجن. ومن معناتها يمتنع على التبليغ عليه نجم يكون في وضع عدم الإنجاز القانوني، ينجم يكون التستر على مجرم لأنه حامل فيروس، راهو غدوة المحاكم باش تتعهد بعديد القضايا، وحتى من اليوم راهو هذاك اليوم راهو في المحاكم الدولية قاعدة تخدم، دول تشكي بدول ودول تشكي برؤساء دول حول الفيروس هذايا. هو ديجا بالطبيعة هذا فيروس عابر للقارات، هذا فيروس لا لون ولا حدود ولا جواز سفر له، من حامل لفيروس هو يعتبر يعني إذا كان ما خضعش للإجراءات القانونية، ما خضعش للحجر الصحي، ما خضعش لمعناتها الإقامة الجبرية، راه يعتبر مخالف للقانون ونجم يكون في وضع المجرم باللغة القانونية الصرفة وباللغة يعطيك الصحة وبكل لغات الدنيا. يعطيك الصحة أستاذة، لابد أن الناس تكون واعية حتى
ما نوصلوش الى العقوبات الصارمه. احنا شلفنا العامين سجن جوستومون. هذاك شكون باش نختم به انا معاك استاذه فيد انتظار السنوسي المحاميه، مشكوره على التدخل هذا، مشكوره على المعلومات وعلى بالحق تبسيط الفصول القانونيه شنو تقول، وضحت لكم اكثر من هكا ما عادش نجموا نزيدوا نوضحوا احنا علاش نوصلوا للمرحله هذه، علاش نوصلوا للايقافات، علاش نوصلوا لتطبيق القانون على الاشخاص. خويا كل واحد يحترم روحه، يحترم القانون ويحترم الدوله ويحترم الوزارات اللي خرجت القوانين هذه ونبهت وقالت اكثر من مره واكثر من 100 مره. لذا رجاء كل حد، كل مواطن بالحق يحب البلاد هذية، عنده روح الانتماء للبلاد هذية، ما عليه كان يلتزم بالحجر الصحي العام، حماية ليه وحماية للمجتمع اللي داير به وحماية لتونس كاملة. يعني بالحق كل شخص اليوم، أنا من بلاستي هذية نقول كل شخص اليوم تونسي مسؤول على تونس. ظهالي ما أكثرش من هكا توضيحات اللي قدمتها الأستاذة انتظار السنوسي المحامية. توا نخرجوا فاصل نعملوا ترتيحة صغيرة مع الفاصل ونرجعوا. اليوم جيناكم سيرفيس او ام اس فيه ثلاثة الوان، الغوج النوار والدوري. ستة مغارف مع سوبور مع زوز برارد ومعاهم فريتوز، قلاية ثلاثة لترات مقفول وكسكس ومعاهم الكوكوت 6.35 لتر و6 لترات، ثلاثة ناجر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خمسة لترات وثلاثة لترات وزوز لترات، زوز كسرونات بالغطاوات متوسطة وصغيرة، زوز لترات وواحد لتر، ثلاثة زازوات معها غون ومعها دو سوبلا أنفيخ، هذوما الكل ومعاهم طبليي كادو. هذا الكل تلقاوه ب 769 دينار أكهو. عاملين جو هذوما بتاع يشرهوا بتاع رمضان جديد هذا. اي يشره باش يعمل جو العبد في رمضان. هذوما حاجة جديدة وي. فاتن ماركتهم او ام اس. وي. من نوع جديد اللي فغيمون خارقين للعادة، تشوف فيهم فغيمون لينوكس بتاعهم ممتاز. وي. سي ان لينوكس 3 كوش هذا. وي 18 10 في 38 قطعه تريبل كوش كيما قلت، هايل ما يشدش. تعرف اللي عجبني فيهم الكل البراتيك، كوتي براتيك، كونها مثلا هذايا معناها بخلاف الطناجر اللي نعرفوهم مستانسين بهم، زوز انواع براد. اون بليس لقيت حاجه جديده اللي هو الفيتو هذايا اللي هو فيه وحده بتاع فخيتوز، وزاد لو كوتي براتيك منه ديجا قلايه خفيفه. فيتو طيب فيه زوج كسرونات وفيه هذية اللي هو قلية كبيرة. والأفونتاج متاع الفيتو هذية كونها اليد متاعها زادة تتنحى بنزلة هكا خفيفة وهي تنحات باش تتخبى مش متقعدش يد أخرى خارجة. وفيها تناجر زادة ثلاثة أنواع، ثم المقفول والكسكاس، ثم الكوكوت زادة، الفلسة متاعها سيلانسيوس ما تعملش برشا حس. أيوة. ثم هذوما لي غون اون سيليكون زادا اون سيليكون فريمون هيلي. تعرف الحاجه الباهيه زادا فيهم اللي يعطيو مغارف اون سيليكون معاهم باش ما يرجعوش وسط المعون، وفيهم لوش وفيهم الغرافات الزوز وفيهم تاع القليان، فيهم فريمون دي اكسسوار زايدين خارقين العاده فريمون. ما يسخنوش دونك في اليد فوالا خاتيك، والطناجر زادا كيف باش ما يتجرحوش. اون بليس يتخملوا بسهوله اللي فيهم معلق نتاعهم تغسل تعلق يتحطوا مع المعون نتاعهم، فريمون ممتازه برشا. نشوف زاده في لي سوبلا هذوما اللي مع الباتري هذه المزيانه نتاع لو ام اس اللي يعطيوهم معاهم، حاجه زاده ممتازه برشا خارقه للعاده. النجم نقول كان نجموا رمضوا مرتاحين اذا كان عجبكم ولا اتصلوا بينا ونقول لكم نقدروا نوصلوا على كامل تراب الجمهوريه مجانا، معناها توصيل المعون غراتوي على كامل تراب الجمهوريه والفاسيليتي اون بليس. مالا كلمونا على الرقم 29 626 626 وإلا 20 907 3 أصفار.